إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا بل أزيدك أهل الجنة هم التائبين. الله سبحانه وتعالى يقول إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. من أعمال أهل الجنة شيخ راشد إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. اللهم اجعلنا منهم. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. الله سبحانه وتعالى يقول أيضا من أعمال أهل الجنة الذين يقولون ربنا إننا آمنا ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. من أعمال أهل الجنة الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. من أعمال أهل الجنة من أعمال أهل الجنة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ومن أعمالهم والذين إذا فعلوا فاحشة أهل الجنة يفعلون فاحشة المتقين يفعلون فاحشة نعم ربما يخطئون ربما تزل أقدامهم يعصون الله سبحانه وتعالى ربما يغضبون الله ولكن سرعان ما يرجعون أهل الجنة. من أعمال أهل الجنة أنهم سرعان ما يتوبون سرعان ما يستغفرون الله. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. نعيدها. ومن يغفر الذنوب إلا الله. نعيدها. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أنا أقول للشاب الذي يشاهدني وأقول لإخواني وأقول لنفسي والله ما لنا إلا الله. يا إخواني الله غني عنا. الله سبحانه وتعالى يقول ولله ما في السماوات وما في الأرض ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا.